بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطلبات الصف الخامس الابتدائي لغات، أهلا بيكم مستر محمد سعيد محاركم فيزيكس اند ساينس تيتشر. بنكمل مع بعض إن شاء الله. دي الحلقة الثالثة مع حضراتكم في منهجنا، منهج الساينس لجريد 5، طبعا منهج جديد 2023 سكند ترم. كنا خلصنا في الحلقات اللي فاتت، الناس اللي متابعه معايا خدنا ليسون 1 ليسون 2، النهارده ان شاء الله هنكمل مع بعض ليسون 3 ونشوف ليسون 3 بيتكلم عن ايه. الناس اللي ما شافتش الدرسين اللي فاتوا موجودين ان شاء الله على القناه. بفكركم ما ننساش نعمل طبعا اول حاجه نعمل سبسكرايب اشتراك في القناه ونفعل زر الجرس علشان يوصلك النوتيفيكيشن للفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. ويا ريت لو تدعمنا بلايك وشير للفيديو من باب نشر العلم، ناخد ثواب نشر العلم، يبقى جزاك الله كل خير. طيب النهارده في ليسون 3 هنتكلم حبايبي في ايرث سيستم. برضو بنتابع، احنا قلنا طبعا الكونسبت كله بيتكلم عن ايرث سيستمز، وعرفنا طبعا there are four envelopes or four systems on the earth، في اربع اغلفه. العلماء طبعا scientists classified the systems of the earth into four envelopes. طبعا قلناهم لو فاكرين معايا، كان قلنا طبعا عندي اتموسفير اللي هو الغلاف الجازي اللي هو جازيوس انفلوب، وعندي ووتر انفلوب اللي هو بنسميه هيدروسفير، في ليفنج اورجانيزمز انفلوب اللي هو بنسميه بايوسفير، واخر سيستم عندنا او انفلوب عندنا اللي هو جيوسفير اللي هو الارث، ايرث السيرفيس او الستونز والسويل اللي موجوده على الارض اللي هو اللاند نفسها. يبقى احنا قلنا ساينتستس هاف كلاسيفايد ليفنج ثينجز انتو سوري ان نون ليفنج ثينجز and phenomena into common groups or systems اللي احنا قلناهم الاربعه اللي احنا لسه قايلين عليهم. طب لو قال give reason scientists have used the word integument اللي هو الغلاف او بنسميه envelope يعني to name each of these systems. طبعا هو بدل الكلمه الافضل من عندنا envelope او system، يعني envelope الافضل نكتب كلمه envelope. هقول لي give reason ليه سموهم envelopes. because the earth is in the form of incomplete sphere. تمام. فعندنا احنا زي ما قلنا four envelopes. The first envelope is geosphere. is a geosphere اللي هو بنسميه الغلاف الارضي. طيب what's mean by geosphere؟ this system is known as or also known as geosphere. بنسميه geosphere اللي هو land اللي هو الارض نفسها اللي احنا عايشين عليها، وده اسمه ايه؟ جيوسفير. تمام. طيب تمام، يبقى عندي جيوسفير the first envelope عندنا، طبعا it's known as او بنسميه جيوسفير. طيب this system بيعبر عن ايه اللي هو الجيوسفير؟ طيب هنا بيقول لي this system contains rocks and minerals، يبقى عباره عن الرقص الصخور اللي هو اللاند بصفه بسيط بصوره بسيطه، يعني اللاند اللي احنا عشان ليها اسمه ايه؟ this envelope is called geosphere. يبقى this system contains or includes rocks and minerals that make up the earth's surface اللي بتعمل الارض نفسها سطح الارض. تمام. examples لو قال لي بقى يعني الحاجه دي هي geosphere ولا hydrosphere ولا ايه بالظبط، يبقى اي حاجه نتكلم فيها عن الرقص او minerals يبقى على طول ده ايه؟ excellent، يبقى على طول geosphere. طيب like what؟ like the rocks of the earth's surface. يبقى لو قال لي rocks of the earth's surface is اقول له geosphere. the rocks are the molten rock inside the earth. طبعا الروكس دي عباره عن المولتن روك. احنا طبعا ال inside the earth المينرالز اللي هي المعادن بتكون in the form of molten minerals، يعني معادن منصهره اللي احنا بنسميه فولكانو اللي هو البركان. لما بتلاقي بقى حته ضعيفه كده في الايرثس كراست، تروح على طول ايه؟ خارجه لنا بين الفتحه دي وتعمل لنا اللي احنا بنسميه فولكانو بركان. تمام؟ يبقى this is called geosphere. also the terrain is like mountains اللي هو التضاريس. mountains also geosphere. also the soil كل دي اسمها ايه؟ geosphere. The first envelope is geosphere. The second envelope عندنا اللي هو ال hydrosphere. This system contains all water. يبقى أول ما تلاقي كلمة water on the earth's surface is called
hydrosphere, like seas, oceans, rivers, ground water, even ground water, حتى المياه اللي في باطن الأرض اللي بنسميها المياه الجوفية دي hydrosphere, دي hydrosphere. يبقى أي حاجة عبارة عن water on the earth's surface is called hydrosphere. Seas, oceans, اللي هو البحار، المحيطات، rivers, الأنهار، ground water اللي هي المياه الجوفية، كل دي اسمها ايه؟ hydrosphere. hydrosphere. Also the glacier which is formed from snow, from snow is called, بنسميه is a part of the earth's envelope. Also glacier, glacier اللي هو النهر الجليدي او الجليد المتجمد ده اللي هو المياه المتجمد ده. is called glacier. Glacier which is formed from snow اللي هو بيتكون من الجليد is a part of the earth's hydrosphere envelope. ده جزء برضو من earth's hydrosphere envelope لانه عبارة عن water. احنا قلنا اي حاجة water سواء بقى on the earth, underground, water, rivers, oceans, even glacier اللي هو النهر الجليدي اللي موجود في سواء في اي مكان ده في القطب الشمالي او حاجه، يبقى ده اسمه ايه؟ هيدروسفير. It's called hydrosphere. يبقى اول ما تلاقي كلمه water يبقى مين على طول؟ اي water يبقى هيدروسفير على طول. تمام؟ طيب نشوف البوينت اللي بعدها. Properties of hydrosphere بقى، خواص الهيدروسفير اللي عندنا ده. اول حاجه hydrosphere contains all water in the liquid state, gaseous state or even solid state. يبقى الميه اللي موجوده على سطح الارض سواء هي liquid, solid or even gaseous is called hydrosphere. Water provides more than 70%, approximately 71%. يعني الميه على سطح الارض بتمثل كام من سطح الارض؟ 71% بالظبط. 70 يعني more than 70%. طب واحنا الارض اللي عايشين عليها دي كام؟ Land represents 29% يعني تمثل 29% فقط من، يبقى احنا عايشين على 29% وبقيه الارض او سطح الارض عباره عن water bodies يعني اجسام مائيه. So the hydrosphere is divided into، بتنقسم لايه بقى الهيدروسفير؟ تعال نشوف كده. Fresh water، طبعا الميه اللي موجوده على الارض يا اما fresh water يا اما salty water. Fresh water اللي هي الميه العذبه fresh water. Salty water or salt water اللي هي بنسميها الميه المالحه. طبعا اكيد مين الاكثر؟ اكسلنت. السولت ووتر ريبريزنتس كام؟ 97. يبقى سولتي ووتر اللي هو عباره عن سيز، اوشنز، اول اند بيز اللي هي الخلجان، يعني خليج زي الخليج العربي اللي هو دول الخليج عموما، يعني دي بنسميها ايه؟ سولت ووتر. ريبريزنتس كام؟ اللي هي ميني 97. يعني احنا قلنا 71% of the earth is water bodies. ال 71 3% بس منهم fresh water و 97% of water of the earth is salty water عبارة عن seas, oceans and bays. Fresh water represents كام؟ قلنا 3%. يعني احنا بنشرب الماء اللي عمال نشربها والدول عمالة تتخانق عليه دي عبارة عن كام؟ 3%. 3% only of water rains، عبارة عن percentage of water rains and ground water، عبارة عن أمطار ومياه جوفية. تمام. It's found in rivers، موجودة فين؟ برضو في rivers and most lakes، معظم البحيرات. احنا نعرف بعد شوية ان lakes، types of lakes، there are two types of lakes. في fresh water lakes that contain fresh water like ناصر lake in Egypt، عندنا في مصر بحيرة ناصر اللي هي في السد العالي دي وفيها ايه؟ excellent fresh water، مية عذبة دي جاية من النيل اصلا، يبقى دي fresh water. وفي type تاني من lakes عبارة عن salty water، يعني بحيرات بتكون ميتها مالحة مش عذبة. فالليك تو تايبس، فهنا فريش ووتر ريبريزنتس underground water lakes most of lakes rains rivers، كل دي اسمها ايه؟ فريش ووتر. لكن السولتي ووتر بتمثل كام؟ 97، وكمان عبارة عن seas oceans and bays. طيب what's mean by ground water؟ يعني ايه كلمة ground water؟ ground water زي ما احنا شايفين it's the water found below، يعني تحت اسفل، below the earth's surface، تحت سطح الارض، where it has most it has seeped through a layer of porous rocks. يعني هي بتتسرب بتطلع من الفتحات اللي بين الروكس اللي هي بين الصخور، عشان كده بنسميها ايه؟ بنسميها underground water، يعني مياه جوفيه خارجه من جوف الارض. ground water or underground water supplies wells and springs with water. طبعا بتمد الابار والينابيع، سواء يقول لك دبير ميه تلاقي دبير كده في وسط الصحراء
ننزل فيه مثلا جرد ولا حاجه بنطلع منه ميه. طب الميه دي جايه منين؟ ما هي دي الاندر جراوند ووتر. يبقى اندر جراوند ووتر تمام، يبقى ويلز اللي هي الابار، وسبرينجز اللي هي الينابيع. تمام. طيب another point، عندنا نقطه ثانيه هنتكلم عليها. Most fresh water is not liquid. معظم الفريش ووتر مش ليكويد. طب عباره عن ايه؟ اور رانينج، ولا حتى ماشي على سطح الارض. But frozen water، معظم الميه بتكون frozen طبعا في التو بولز، في القطبين. احنا عندنا الارض في عندنا في قطب الشمالي والقطب الجنوبي. يبقى most of fresh water is not liquid. They are frozen water in the form of huge blocks of ice. يعني huge blocks of ice known as glaciers. glaciers اللي هي زي ما قلنا الانهار الجليدية، نهر جليدي او مناطق جليدية ماء متجمد زي التو بولز كده، القطبين الشمالي والجنوبي. عندنا بقى third envelope. The third envelope which is called atmosphere. It's called the atmosphere. This system is also known as gaseous envelope. بنسميه gaseous envelope. يبقى ممكن نسميه atmosphere or gaseous envelope لانه غلاف غازي. يبقى the third envelope اللي هو الهواء اللي حول الارض. But this is called atmosphere because it is gaseous. Gaseous envelope. غلاف غازي. This system contains all gases that make up the atmosphere. الغازات اللي بتصنع الاتموسفير زي الاكسجين، كربون دايوكسيد، and nitrogen. They are the main or the most important gases for life. اهم الغازات للحياه. اكسجين، كربون دايوكسيد، and nitrogen. يبقى this gaseous envelope is called what؟ يبقى اول ما اقول لي gaseous envelope يبقى اسمه ايه؟ excellent. اسمه atmosphere. It's called atmosphere. طيب the fourth envelope and the last one، الرابع بقى والاخير عندنا the biosphere. biosphere احنا قلنا قبل كده كلمه bio comes from the word biology. bio يعني كائن حي عموما، فكلمه biology اللي هو علم الاحياء، كلمه bio حي او حيوي. يبقى this envelope is called biosphere. طب اسمه حيوي، يبقى this envelope includes all living organisms. يبقى اول لما يقول لي living organism for example plant animal or even human this is called biosphere. ده بنسميه biosphere. تمام. on the earth like green plants and the animals also human كل اسمه مي biosphere. biosphere properties everywhere on the earth from icy polar من المناطق القطبية regions to hot desert حتى الhot desert all living things belong to the biosphere. يعني اي كائن موجود في المناطق دي بس اسمه biosphere. في عندي هنا the word عندي بايوم. بايوم اللي هي المنطقة الحيائية يعني فيها كائنات حية. A large area هي يعني الديفينيشن بتاعها قريب جدا من الايكو سيستم. يبقى بايوم large area characterized by green greenery soil with climate and wildlife that distinguishes it from other areas. From other يبقى احنا هنا دلوقتي بنتكلم بايوم. A large area characterized by greenery, soil, climate and wildlife that distinguishes it from other areas. يبقى هي منطقة بتتميز characterized يعني بتتميز by greenery يعني منطقة خضراء، soil فيها تربة، climate مناخ مناسب، wildlife وحياة برية. يبقى اسمها ايه؟ بايوم. اسمها بايوم. خلاص بايوم. طيب examples of biomes المناطق الحيوية دي زي ايه؟ like desert warm forest اللي هي الغابات الحارة زي اللي موجودة مثلا في south africa و rain forest الغابات المطيرة wetlands اللي هي الأراضي الرطبة اللي هي بيبقى فيها مياه جوفية أو فيها رطوبة يعني these are called biomes. يبقى أي منطقة طبيعية اسمها ايه؟ biome. تمام biomes. طيب يعني ممكن نقول بايوم او برضو ممكن نسميها زي ما قلنا الايكو سيستم ان جنرال يعني. طيب هنا عندي هيومن. هيومنز ار بارت اوف ذا بايوسفير. طبعا بايوسفير ليه؟ ما احنا قلنا اي ليفنج اورجانيزم. يبقى بايوسفير بايو يعني كائن حي حيوي يعني. يبقى هيومنز ار بارت اوف بايوسفير ذات كان افكت اول سيستمز اوف ذا ايرث. طبعا الانسان هو الكائن الوحيد اللي يقدر ياثر على كل السيستمز اللي موجوده على الارث.
ربنا خلق الكون كله من اجل الانسان، وخلق الانسان من اجله سبحانه وتعالى، يعني لعبادته سبحانه وتعالى، فالكون كله مسخر لنا. فبناء عليه هيومن از ا بارت اوف بايوسفير، يعني هو جزء من الكائنات الحيه اللي موجوده على الارث، بس مميزاته ان هو كان افكت، يقدر ياثر all systems. طبعا التأثير بتاع الإنسان ممكن يبقى فيه يعني ليه positive effect أو negative effect، يعني ليه تأثير إيجابي أو تأثير سلبي. Now we're going to talk about، بقى نتكلم عن التأثيرات دي، Earth systems interaction، هو التفاعل اللي بيتم بين مكونات الـ Earth system، اللي هي أنظمة الأرض أو الأنظمة البيئية، أو اللي احنا بنسميها envelopes، الأربعة اللي احنا قلناهم من شوية. Different Earth systems interact together such as the first example, the interaction between hydrosphere and the geosphere. Hydrosphere and the geosphere. التفاعل اللي بيتم بين الغلاف المائي والغلاف الارضي. When water flows on the ground، لما المياه بتبقى بتمشي على الارض، it transports soil. يبقى ايه اللي هينقل السويل؟ طبعا السويل ده ايه؟ برافو عليك، ده جيوسفير. يبقى احتاجنا مين؟ احتاجنا ووتر. والووتر ده ايه؟ excellent hydrosphere. يبقى حصل interaction between them ولا لا؟ يبقى في interaction between them، يعني في تفاعل بيتم بينهم. يبقى water transport the soil grains، بتنقل حبوب التربة and rocks، وكمان rocks to another place. So phenomena such as erosion and lake formation can be observed. يبقى نقدر نلاحظ تكون الايه؟ الايروجن دي، سوري، الليك وال سواء بحيرات او الريفر وغيره يعني. تمام، يبقى ده بيحصل interaction between hydrosphere and geosphere. Another example, interaction between atmosphere and biosphere. طبعا atmosphere هو الغلاف الجوي، الهواء اللي حوالينا ده. Biosphere هو الغلاف الحيوي. هل الكائنات الحيه بتحتاج الاتموسفير؟ طبعا. Plants for example absorb carbon dioxide. البلانتس محتاجه الكربون دايوكسيد from the air during photosynthesis process and release ايه؟ طبعا to produce water and oxygen gas، اللي احنا بنسميها باي برودكتس، اللي هي النواتج بتاعت الفوتوسينس بروسيس. يبقى في انتراكشن حصل بين البلانتس اللي هو ده بايوسفير كمثال على بايوسفير، اند اتموسفير اللي هو الغلاف الجوي. Also living organisms exchange gases، بتتبادل غازات with air during respiration، اثناء التنفس. For example living organisms take ممكن نقول consume oxygen during respiration and release، وبتطلع ايه؟ excellent carbon dioxide. يبقى living organisms محتاجه برضو الايه؟ اتموسفير، محتاجه الاتموسفير. اخر مثال عندنا في البارت ده، عندنا the interaction between طبعا earth's geosphere and biosphere. تمام. طيب فور اكزامبل، قلنا طبعا جيوسفير اللي هو الارثس، اللي هو الارثس لاند، الارض بتاعت الارض، السويل، الروكس، كل دي اسمها جيوسفير. بلانتس روتس طبعا ده كده ايه؟ بايوسفير. ابزورب نيوترينتس، بتاخد الغذاء بتاعها فروم ايه؟ فروم ذا سويل. يبقى كده في بلانتس يبقى بايوسفير، وفي سويل يبقى جيوسفير. يبقى في انتراكشن بين ذيم ولا لا؟ طبعا في تفاعل او احتياج للبلانت للايه؟ للجيوسفير. يبقى ده برضو interaction between biosphere and geosphere to make their own food. Note that these four envelopes، الأربع الفور envelopes دول، بقولي note that these four envelopes اللي هو طبعا geosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere together form the earth's system، بيكونوا طبعا النظام الأرض أو النظام الأرضي يعني. تمام؟ An exchange of matter، بيحصل تحول للماتر and energy occurs when earth systems interact together. طبعا بيحصل تحول للمادة لـ energy أو من energy لـ matter. طيب ازاي يا مستر؟ من matter لـ energy ازاي؟ مثلا when you burn، لما بتيجي تولع a piece of coal for example، لو انت ولعت حتة فحم، الفحم دي مش بيطلع منها energy اللي هو thermal energy أو heat energy، يبقى في change ولا لا؟ من energy من matter لـ energy. طيب ازاي بقى من انرجي للماتر؟ مش عند البلانت ابزورب سان لايت، مش النبات بيمتص سان لايت، ولما بياخد سان لايت بيحصل له ايه؟ بيكبر ويكون لي الفروتس، بيكون لي الفيجيتابلز اللي احنا عاملين ناكلها. يبقى بيحصل اكستشينج بتوين ماتر اند انرجي اند فايس فيرس، والعكس. تمام كده، احنا اتكلمنا في الليسن ده عن انتراكشن بتوين
Earth Systems. اتكلمنا طبعا عن الفور سيستمز، الاربع انظمه، عرفنا الاكزامبلز عليهم، واتكلمنا عن الانتراكشن بتوين ذيم، واتكلمنا عن التفاعل بين الانظمه دي وبعضها. تمام، كده احنا خلصنا ليسن 3 الحمد لله. فاضل لنا تو ليسنز في الكونسبت ده، هنكمله ان شاء الله مع بعض. تابعوني على القناه، ما ننساش نعمل سبسكرايب ونفعل الجرس علشان يوصلك النوتيفيكيشن للفيديو اللي جاي ان شاء الله. بتمنى لكم التوفيق يا رب. شكرا ليكم حبايبي، وإن شاء الله نشوفكم في أعلى المناصب بإذن الله.